بالذات الحقيقة في الدقائق الأولى للمباراة اللي شدت المحاولة الأولى كانت من جانب منتخب باراغواي الرأسية التي شاهدناها من سانتا كروز. المنتخب الأرجنتيني بعد ذلك بدأ المحاولة الأولى وهنا التسديدة ولكن الكرة عالية. يعني المحاولات الأولى للمنتخب الأرجنتيني الأولى طبعا اللي شاهدناها كريسبو يسدد الكرة عالية وبعيدة. يعني بدأت المحاولات الأرجنتينية في الشوط الأول من المباراة بهذه الدرجة من الخطورة، يعني لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى منتخب باراغواي. وهنا أيضا أتت هذه المحاولة ولكن حارس المرمى فيار حارس مرمى منتخب باراغواي أبعد الكرة. المحاولات كالعادة من جانب المنتخب الأرجنتيني عادة في الجهة اليسرى من الملعب، وهنا المرور والكرة اللي كانت الأخطر الحقيقة للمنتخب الأرجنتيني مرت من على رأس سافيولي اللي حاول أنه ينقض ولكنها مرت بسلام، وبالتالي كرة أخرى أيضا ضائعة على المنتخب الأرجنتيني. شوف الكرة اللي مرت في الجهة اليسرى تأتي أيضا هنا محاولة هي الأخطر لصالح المنتخب الأرجنتيني. الدقائق الأخيرة للشوط الثاني من المباراة أتت المحاولات الأخطر، بدأت بهذه المحاولة للمنتخب الأرجنتيني وتأتي أيضا هذه المحاولة ولكن لاحظ ردة الفعل هنا أيضا من حارس المرمى فيار حارس مرمى منتخب باراغواي. الضربة الحرة اللي صدها حارس المرمى على طول سمر. لاحظ بهذا الشكل تبدأ محاولات المنتخب الأرجنتيني وكرة جميلة، ولاحظ هنا الكرة سافيولا اللي حولها ولكنها أيضا كرة أخرى ضائعة على المنتخب الأرجنتيني. شوف مرة ثانية ولاحظ كرة سافيولا وسافيولا لعبها ولكنها أيضا انتهت إلى التعادل السلبي مع ضياع هذه الفرصة الأخيرة. المباراة انتهت في شوطها الأول تأتي لصالح المنتخب الأرجنتيني. راميريز إذن يشترك، خطيرة جدا للمنتخب الأرجنتيني، كرة تهيأ وتسديد قوية تصطد وتحول إلى ضربة ركنية لصالح المنتخب الأرجنتيني إلى خارج أرض الملعب. لاحظ مرة ثانية التسديدة التي تأتي من اللاعب الشاب فقط 19 سنة ماسكيرانو ولكنها إلى خلل